في الملف الثالث في موضوع التسمم التنظيمي بيحمل اسم أو عنوان الانحراف والتسمم، وهذا أيضا إعداد إبراهيم رضا، أسامة عبود، أحمد وصفي، صقر محمد، محمد دهيس، أحمد رمزي، تحت إشراف أستاذ دكتور ممدوح رفاعي أستاذ الموارد البشرية بالكلية. هذا الموضوع أو هذا الملف يتكون من عدة عناصر فرعية، هي الانحراف، تصنيف السلوكيات في مكان العمل، نظرة عامة على السلوك السام أو المنحرف في مكان العمل، أصول نماذج تصنيف السلوك المنحرف، جدلية المصطلحات هل هي سمية أم انحراف، ثم أنواع الانحراف سلوكي أو تنظيمي أو جنائي أو مالي، والسمية الجذرية اللي هي السياسية، والسلوكيات السامة السرية أو الخفية، وأخيرا السلوك السام الاستباقي والتفاعلي.